الأسئلة من جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة بيتزا جيدة، بيتزا رائعة. الحلقة الثالثة نكمل مع بعض سلسلة جميلة لطيفة حلوة بسيطة. المهم اليوم راح نوصل لليوم الخامس من اللعبة هذه، فخلنا بسم الله الرحمن الرحيم نتوجه لليوم الخامس. أوكي، أتوقع موضوع الأخبار مو واجد مهم، يعني أهم شيء عندنا اللعبة نفسها. أوكي، لا تخف من تهديدات أليكانتي، فنحن معك. أكمل بعض التحديات لتربح جوائز ستساعدك على تطوير متجر البيتزا الخاص فيك. أوكي، عندنا تحديات هنا، جمع الكل، عطني كل الفلوس اللي أنا أستاهلها، شكرا لكم، بارك الله فيكم. نسقي هذه بس. لحم وجبن بدون صلصة، لا مأكولات بحرية. ما عندنا مأكولات بحرية أصلا إحنا. لا مشروم أيضا. جبن ببروني وسجق، جبن ببروني وسجق. أوكي أوكي أوكي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جبن بابروني. اوكي يا اخي، قبل كان اسهل. بابروني حلو وسجق، نسوي له سجق بنفس الطريقه. طبعا الوقت قاعد يمشي بس ما عليه، خلاص. ما يبي صلصه، بدون صلصه. كم هذه؟ لا لا، ما ابي عادي، خله طبيعي. هاي بس وقت النكبات. انت منكوب ايش سرعه؟ سو هاي الحركه، يلا خل تستوي. اوكي اللي بعده، نجي هني نقص البيتزا. ايوه اني قصصهم صغار، احسني قصصهم صغار بس انا عادي. في انواع التقصيص البيتزا، لا تعصب. نعم بارك الله فيك حبيبي، اعطانا فلوس حطاها لنا هني. هني وش في انجازات؟ خذ 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 يا حبيبي، خذ. ناخذ كل شيء، نرجع للخلف، نروح للطلب. خذ يا حبيبي. اوكي حلو، موضوع التقصيص الاشياء هذه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي بعده. جانا اللي بعده. يا صديقي، بيتزا اليوم هي ايب سجق، ضعها في الفرن مرتين. وات؟ بابروني وسجق ضعها في الفرن مرتين. اوكي اوكي و ايه ايه، زين زين. وش هذا قاعد يعلمني يعني؟ ايوه، ما ليش قاعد يعلمني؟ المهم يبي شنو؟ ببروني وسجق وحطها مرتين، بس اتوقع لازم صلصه، لازم صلصه. شنو قال؟ ببروني وسجق. سي بسرعه، بدون جبن. والله ما ادري يبي جبن ولا لا. امرنا اسهل اسهل اسال بسرعة، نجيب هذا بعد، لأني هالمرة حطيت قليل، ما أعتقد بتعجبه هالمرة. أطلع شوي هني، ما أدري، أحس ما بتعجبه. خلا عادي، خلا طبيعي، بعديها مرتين وبشوف. هاي مرة جيبها ونحطها مرة ثانية، يتغير لونه بيصير شيء، ما أعرف ترى، أنا ما أدري إيش قاعد يبي هذا. المهم لونها صار أغمق، لونها صار أغمق يا جماعة. اي ما أدري صح ولا اللي سويته ولا غلط. لم أتوقع نتيجة مرضية، مفاجأة سارة. أوكي يعني عجبتها، أوكي يعني النتيجة مرضية. في كتابة هني، سجق ببروني. أوكي لو حبيت نتعلم أقدر أشيل هني. اللي بعده، أحتاج بيتزا ببروني وجبن وسجق وأخرى أحتاج بيتزا ببروني وجبن وسجق وأخرى بيتزا ببروني جبن وس وات؟ نفس الشيء. واحدة جبن ببروني سجق وصلصة، واحدة جبن ببروني سجق وصلصة. أوكي جبن ببروني سجق، جبن ببروني سجق، لكن لازم صلصة، لازم صلصة. جبن ببروني سجق بابروني، نحط له بابروني هني. اوكي الوقت قاعد يمشي وانا احسني طولت الوقت 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 الوقت. حط هذه هني ونرجع مره ثانيه نسوي الثانيه، نسوي الثانيه، نسوي الثانيه. يلا 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 يلا، الوقت الوقت الوقت. اتمنى المحل ما يتسكر عندنا. سجق، شكل الشكل لكم عليه، شكل لكم عليه. حط هذه هني. ايوه ايوه ايوه، الله يعين اللي في المحلات والله، اللي في المطاعم والله. انا ما اقدر اجمع الطلب اللي يطلبونه، صعب. بس هي طبعا يبون وقت قليل،
اللي في المطاعم يعني وقته شوي. لا قصصتهم صغار يا سيد. يلا روح لمقصصته. يحتاج الى مزيد من الجهد حبيبي، بارك الله فيك. شنعم رجاء، هل يمكن الحصول على لا شكرا حبيبي، سلام عليكم. ذيك المره اعطينا بيزا، فهالمره يبي منا بيزا بالمجان يعني، فالمره ثانيه المهم عدينا. اتوقع انه واحد منهم ما قدر يسوي صح لانه كان جدا معقد، فالحين بنقدر نفتح اللي بعده اللي هو فطر. او ماي جاد، اذا اضفت الفطر معناته انك قاعد تعقد الامور على نفسك. اللي بعده يلا، اليوم اللي بعده يوم يوم ممطر، يوم جميل. اريد سجق خالي من الصلصه. شنو سجق لكن بدون صلصه؟ اريد جبن وسجق، بس جبن وسجق. اوكي هذا جبن وسجق، اتحداك تقول لي غلط. ما في صلصه، ما في شيء، جبن وسجق. اوكي ما احس غلط يعني، مو منطقيه اللي طالبنها. ما مو مشكله، مو مشكله. يلا جبن وسجق يا حبيبي. ايوه ما ادري صح اللي قاعد اسوي، لا احس مو صح، قاعد اقصصها زياده دبل، المفروض ما اقصصها الكثر. تفضل، شكرا لك حبيبي. حبيبي تامرني، اللي بعده. انا اسقي هذه. اود بيتزا بالمشروم والبابروني من فضلك. بيتزا ومشروم بابروني، اريد جبن بابروني فطر. الصلصه ثابته، يا سيد، لا تجيب العيد. صلصه شنو قال؟ جبن، اعتقد بابروني وسجق صح. بابروني فطر قال، بابروني فطر. اوكي وهم فطر صح، فطر. حلو، نوزع الفطر بطريقه جميله وناخذ هذه ونحطها هني. ما يهمني اخرت ما تاخرت، اللي يهمني ببساطه انه يكون الطلب صحيح واللي يجيني يعني يستمتع ويتلذذ بالطلب الخاص فيه. خلاص نجيب هذا، بقصه هالمره قصات قليله. شيجي شيجي، لا لازم هذه بس. حلو الحين مقصوص صح 42%. تفضل. ليست رائعه لكن اقتربت من المستوى المطلوب. افا شلون؟ يمكن الفطر حطيت منه كثير يا جماعه، اكتبوا لي تحدي صح ولا غلط. اللي بعده هلا. حياتي في حالة من الفوضى الآن وليس لدي المال لإطعام نفسي، هل بإمكانك مساعدتي؟ نعم شكرا، لك، آمرني. أوكي ها هذا يبينا أسوي له بيتزا يعني مجانية، راح نسوي له شيء مجاني. حتى هذا لازم نراضيه يا جماعة، شوفوك في رضا حبيبي بمجانية، يلا علشانك بس، ولا المفروض ما اعطيك والله، بس يلا نسوي خير بس، لعل وعسى امورنا تضبط توفق. يلا جيب، حط هذه هني ويلا قص. واحد اثنين ثلاث اربع، انزل تحت غطي هذا. شكرا لك حبيبي. يلا اخر واحد، حياك. يمكن نصف مشروم ونصف سجق وبابروني، نصف مشروم. اوكي اريد نصف جبن فطيره وصلصه ونصف جبن بابروني سجق وصلصه. اوكي اول شيء نحط هذه، نحط صلصه فل، ما يهمني رضاك. لا لا امزح امزح. زين اريد نصف جبن فطيره وصلصه. فطيره دقيقه، فطر قصدي، فطر صح. جبن فطر، اوكي فطر. ما ادري لو قاعد احط بشكل مبالغ فيه. والنصف الثاني ونصف جبن بابروني، جبن بابروني وسجق، جبن هم جبن. اوكي بابروني، اوكي وهم سجق. اوكي اعتقد انه صح، خلاص خلصنا سيد، خلصنا وديتها يعني صح مو صح. ود هذه بس خلاص اسرع لنا شوي لان الحبيب تاخرنا عليه واجد،
طلب عاد صعب، طلبه صعب يتحمل الطلب السيء حقه. اوكي حطه هني، يلا روح نسلمه يا رب ما يكون زعل. نادر ما اجرب اكل العامه لكن هذا البيتزا جيده حقا، الحمد لله عجبته. وعدينا اليوم على طول يومنا الثاني بمستوى جدا ممتاز، ما اعتقد كان عندنا اي مشكله، قدمنا اشياء حلوه وحصلنا يا جماعه لنا بعض الارباح وخلصنا. فاتوقع اني راح اوقف هنا يا جماعه، لا تبون حلقه اخرى ونكمل مع بعض. طبعا باقي لنا اتوقع ثلاث مكونات ونختم، اتوقع ما ادري نختم اللعبه هني، بس في اساسيات ثانيه لان احنا ضفناهم راح يغيروا لنا اشياء كثيره بالنسبه للعبه. فأتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم على خير إن شاء الله مقاطع أخرى من لعبة وألعاب ثانية. سلام. اللايك أمره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما